نرجع من الصين بقى على القاهره في القاهره في حمله جميله جدا وظريفه جدا عجبتني قوي هي حمله عمليه بيقوم بيها طلبه كليات كليه التربيه النوعيه بيقوموا بايه بقى عندهم حمله هي مبادره لتلوين الكباري احنا عندنا فى القاهرة والمدن الكبيرة والصغيرة عندنا كبارى كتير قوي وانفاق مشاة الغرض منها كان ومازال هو طبعا تخفيف الزحام المروري في الشوارع كويس بس محدش فينا لفت نظره انه دايما أسفل الكبارى شكلها بيبقى وحش قوي دايما بترمى تحتها قبابة وتلاقي واحد كاتب اعلان بشكل مش حلو ده غير بقى طبعا اللي بيحط الكلمات المقصوره الخاصه بيهم وـ والقلوب واحمد ومنى يعني اللي موجود تحت السلم بيكون تحت الكوبري مش دائما بيكون جميل ودائما برضو السلم بيكون متكسر بس الحقيقه دي مسؤوليه المحافظه والاحياء ومن زمان الحكايه دي كانت لافته نظري اللي هو هو احنا ليه نسيب المساحات تحت الكباري كده وجدران الكباري بهذا الشكل فعلشان كده لما شفت الخبر النهارده بتاع النهارده فرحت جدا وقلت دي مبادره جميله ويا ريت مع بدء العام الدراسي كل الكليات في سواء الحكوميه او الخاصه اللي ليها علاقه بالفنون والابداع على مستوى المحافظات الاساتذه ياخدوا الطلاب ويعملوا جوله على الكباري والانفاق فبالتالي هنحلي مصر هي دي التنميه هي دي التنميه المجتمعيه اللي بنقول عليها دي فكره انا بقولها الجامعات المصريه كلها حكوميه وخاصه يا ريت تشتغل عليها السنه دي على على كل الكباري في كل المحافظات جامعة أسيوط تشتغل على كباري وأنفاق أسيوط جامعة قناة السويس تاخد بند القناة أنا بقول لكم أهو لو الجامعات المصرية اعتبرت ده مشروع السنه دي هنلاقي الكباري والأنفاق في مصر كلها شكلها جميل وده ممكن يتم ما بين المجلس الأعلى جامعات وبين المحافظة أنا برضو شايفة إن دي أمنية من الأمنيات يجب إن الشعب المصري كله يشوفها على فكرة في فنانين تشكيليين في المحافظات يبقى هنا عملنا حاجتين جملنا الكباري والمنظر وبقى جميل وكمان خرجنا الفنانين التشكيليين والطلبة اللي نفسهم يعملوا مشاريعهم انا بقول ده وانا عارفة ان لما بنيجي نقول لأي طالب اعمل حاجة ببلدك وهينزل معاك الاستاذك بيبقوا سعدة جدا ومتحمسين وممكن كل دفعة تكتب رقم الدفعة تكتب السنة يبقى يجي بعد سنتين تلاتة يتمشي ويشوف شغله اللي فات... كمان خلوني اطلع من الخبر ده ونروح لحاجة...